أريد أن أسأل عن المدة الشرعية للزوج في غيابه عن زوجته وأطفاله، وهل إذا طالت المدة في السفر خارج البلاد هل لها تأثير على عقد الزواج بينه وبين زوجته؟ وهل للمسافر مدة معينة يجب عليه العودة إلى أهله فيها؟ نعم. إذا كانت غيبة الإنسان للضرورة كإنسان لم يجد ما يعيش به في بلده وسافر من أجل تحسين العيش فهو معذور، ولكن إن طالبته زوجته بالرجوع فإنه يرجع بعد نصف سنة. وأما إذا لم تطالب وهو آمن عليها وعلى أولاده فلا حرج أن يبقى أكثر من ذلك، والإنسان طبيب نفسه. نعم.